لكن عشان نقرب أكتر ونعرف تفاصيل بعثتنا المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 نطمن عليهم أكتر ونعرف استعدادات أبطالنا بكرة بإذن الله في رفع الأثقال. ناخد معنا على التليفون من طوكيو الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي وأمين صندوق اللجنة البارالمبية. مساء الخير عليك يا أستاذ رامي. مساء الخير يا أستاذة أميرة ومساء الخير لكل أستاذة مشاهدي. طمنا على البعثة، ايه اخر اخبار بعثتنا المصرية والاستعدادات لمنافسات الغد بإذن الله؟ والله الحمد لله الامور يعني ماشية كويس جدا، اللعيبة في حالة معنوية جيدة. يعني يمكن كان عندنا طبعا بالامس او عندكم انتوا اليوم يعني طه عادل كان بينافس على ميدالية وكان قريب جدا من ميدالية في رفع اثقال، لكن يعني يمكن الظروف ما سمحتش بده لأسباب كتيرة جدا، أولها طبعا يعني مفيش عدالة في المنافسة اللي حطها اللجنة البارالمبية الدولية، ويمكن ده اللي احنا هنتكلم فيه خلال الفترة اللي جاية. لعيبة رفع أثقال بيتحطوا في فئات مش في فئات بتاعتهم أو مش في المنافسة بتاعتهم. على سبيل المثال طه كان متواجد معاه 3 لاعبين من قصار القامة، وده يمكن في عدم عدالة في المنافسة ما بين اللاعبين، وكان قريب ان هو ياخد ميدالية فضية او برونزية، لكن تواجد لاعبين قصار القامة يعني ابعده عن المركز الثاني او الثالث، وطبعا هو حصل على المركز الرابع. في نفس الوقت برضو ابراهيم حمادتو، طبعا انا سامع حضرتك بتتكلم عن ابراهيم حمادتو وقد ايه هو عامل حالة كبيرة جدا هنا في طوكيو. جميع وسائل الاعلام مهتمه جدا بحمادته، جميع اللاعبين، اللجنه المنظمه حتى كمان واخداه ايقونه عامله له برومو صغير كده كرتون يمكن كل الولاد الصغيرين بيقعدوا يتفرجوا عليه. ابراهيم حمادته كمان بيلعب اشخاص اسوياء يمكن بيستغلوا فكره اللي هو بيلعب بفمه فقط، دايما بيلعبوا كوره على الجنب ويمكن دي بتبقى فيها صعوبه بالنسبه لحمادته، لكن يبقى ان هو عامل حاله كويسه جدا. المباراه السابقه خسر بنتيجه قريبه، قدر ان هو يعني يكسب اكثر من بونت في المباراه. اعتقد ان النهارده كمان هو تلقى اتصال من وزير الشباب والرياضه تهنئه خاصه ليه على المباراه الماضيه، وحفزه على ان شاء الله بكره المباراه عنده مهمه هيلعبها ان شاء الله الساعه 2 صباحا بتوقيت القاهره. يمكن احنا عندنا برضو مباريات اخرى في تنس الطاوله بالنسبه للبعثه المصريه. عندنا سامح عيد الحمد لله تاهل لدور ال 16، وعندنا مباراه مهمه لسيد محمد هيلعب ان شاء الله مباراه برضو مهمه تؤهله للدور ال 16. عندنا في فايزه محمود وفي هناء منتظرين منهم ان شاء الله باذن الله التواجد و يكون في هدف في المشاركه او في التاهل. في عندنا برضو في رفع اثقال مباراه او ماتش مهم زي ما حضرتك ذكرت شريف عثمان مباراه رحابه رضوان، ودي يعني احد المرشحين الاقوياء للميداليه الذهبيه ان شاء الله. طب انا عايزه اطمن على لعبه تنس هنا حامد، هنا لعبت وكملت وهي عندها اصابه. هي هنا طبعا جايه من القاهره وهي في اصابه فعلا، ويمكن الجهاز الطبي او اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور سامح سالم زميلنا عضو مجلس الاداره عملت مجهود كبير جدا قبل السفر، والحمد لله قدروا ان هم حتى كمان يقوموا ببعض الاسعافات في الطياره لان كان في اجراءات اتعملت برضو في المطار، والحمد لله برضو لما جت هنا طوكيو حصل برضو نوع من التاهيل الجيد واستغلال بعض الاسعافات برضو اللي تجهزها قبل المباريات. لعبت هي مباراة بالامس ولعبت مباراة اليوم. هنا طبعا لعبة مهمة جدا وبتقدم دور جيد في قبل التصفيات او قبل التأهيل. اعتقد ان شاء الله فرصتها جيدة وفرصتها تقدر ان هي ان شاء الله تعدي الدور التمهيدي وتتأهل ان شاء الله ان شاء الله. منتخب كرة الهدف سيدات بيشارك لأول مرة في الأولمبياد، هل خسارة النهاردة كانت متوقعة ليه وإيه المنتظر
منهم في اللي جاي، وشايف مباراة بكرة قدام أمريكا هتكون إزاي؟ هو طبعا مشاركه منتخب مصر لكره الهدف السيدات دي المشاركه الاولى في تاريخ مصر، ما حصلتش في تاريخ مصر. دي طبعا دي هي ده الهدف اللي كان موجود، ويمكن برضو حصل عشان الناس تبقى عارفه ان منتخب السيدات لكره الهدف يعني عرف بالتاهل تقريبا في شهر 2 اللي فات بعد انسحاب الجزائر، او بعد اعتذار اسف الجزائر عن المشاركه، فتم تصعيد مصر للمشاركه. المنتخب ما كانش عنده الاستعداد القوي، ما كانش عنده فكره الاعداد الجيد قبل البطوله، لان هم عرفوا ان هم هيتاهلوا من تقريبا 3 4 شهور فقط، فكان التاهيل او الاعداد ما كانش بالمستوى الامثل يمكن للمنتخب. لكن المشاركه في حد ذاتها ده فخر كبير جدا، دي امر جاي بالنسبه للاعبين لسه بيبداوا مشوارهم في كره الهدف. المنتخب ده تم تكوينه تقريبا لسه من حوالي سنه ونص فقط لا غير، فاعتقد ان مشاركتهم في الدوره الاولمبيه وامام منتخبات قويه، النهارده احنا كنا بنلعب منتخب تركيا وهو طبعا المصنف الاول على العالم في كره الهدف للسيدات، اعتقد ان دي كانت مشاركه جيده وكانت البدايه، يمكن كانت مشجعه الى حد ما، لكن اللاعبين واللاعبات يمكن بعد كده دخلوا في نوع من الارتباك ادى الى خساره، لكن اعتقد ان شاء الله باذن الله المباريات اللي جايه هيحصل نوع من التعديل ويحصل نوع من كسر الهيبه او الخوف اللي كانت عند لعيبه المنتخب النهارده. طيب منتخب الكره الطائره جلوس هتكون لي اول مباراه امام البوسنه والمنتخب البوسنه، شايف مباراته ازاي؟ منتخب الكره الطائره طبعا هو حصل على برونزيه ريو دي جانيرو الاخيره ان شاء الله، النهارده عنده مباراه طبعا غايه في الصعوبه. منتخب البوسنه طبعا ده رقم واحد طبعا على العالم وهو مرشح الاول للفوز بالبطوله او الدوره يعني. منتخبنا يعني مستعد كويس، عمل اكثر من معسكر قبل البطوله، كان في معسكر في المانيا وثم معسكر في كازاخستان، عندنا لعيبه قويه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا من الكفاءه، جهاز فني محترم الدكتور مسعد العيوطي، الاداء النفسي اعتقد كان جيد جدا في الدوره او قبل بداية الدورة، ويمكن اللجنة البرلمانية بس الدكتور حياة قطاب أصرينا على إن في مجموعة من الفرق إن هي تكون متواجدة قبل المنافسات بفترة طويلة عشان تقدر إن هي تحصل نوع من التوافق وتقدر إن هي تتعود على أجواء جوه طوكيو. منتخب الطايرة أعتقد إن هو أدى بشكل جيد الفترة اللي فاتت، نتمنى ليه التوفيق، ودي تبقى كرة اللعبة جماعية ما فيهاش فيها مش فردية، اعتقد ان التوفيق هو اللي هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني حلفنا باذن الله بكره ان شاء الله. يعني نتمنى الامور تعدي على خير لان دي اهم مباراه بالنسبه للكره الطايره في مشوارهم ان شاء الله. طيب حتى الان ظهر 15 حاله اصابه بفيروس كورونا في دوره الالعاب البارالمبيه، طمنا على الاجراءات للمتابعه لبعثه مصر، بتتعاملوا ازاي مع الاوضاع دي خلال المنافسات والتدريبات والاقامه كمان؟ الحقيقه احنا طبعا الموضوع ده يمكن اتكلمنا فيه اكتر من مره واحنا جايين، حتى في المطار، حتى في اماكن الترانزيت اللي هي واحنا جايين في لطوكيو، وكان التاكيد دايما مع اللعيبه ومع الاجهزه الفنيه، هم طبعا لعيبه كبار وعلى مستوى عالي من الوعي وفاهمين كويس هذا الكلام، كنا مشددين جدا على ضروره الكمامات وضروره عدم الاختلاط مع الاخرين، حتى كمان ما بينهم من بعض اللعيبه كان في نسبه تباعد، يمكن برضو كمان اداره البعثه برئاسه الزميل الاستاذ ابراهيم امين مأكد على اللعيبه ان يكون في تباعد حتى في الغرف. احنا عاملين برضو النظام جوه القريه الاولمبيه ان يعني في الشقه فيها مكانين بس المكانين بقوا بعاد عن بعض، حتى كمان في المطاعم او في الاماكن اللي هي فيها التدريب او التواجد، اللجنه الطبيه برضو بتحاول ان هي تتابع باقصى درجه فكره الكورونا، لان هي الحقيقه طبعا الاعداد بتزيد سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الخارج حتى في طوكيو، لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس. احنا يوميا بنعمل مسحه طبيه لجميع اللاعبين وجميع الاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه، بيتم اجراءها وبيتم اختبارها عن طريق اللجنه المنظمه، والحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد حتى الان، ومتابعين بصفه يوميه، وفي طبعا كمان
هم عاملين زي ابلكيشن للبعثات كلها، بيبقى في متابعه يوميه عن طريق هذا الابلكيشن. ان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى السلامه لجميع افراد البعثه ان شاء الله. كل السلامه ليكم والتوفيق باذن الله، وترجعوا لنا بميداليات. استاذ رامي عبد الحميد، امين صندوق لجنه البارالمبيه المصريه، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.